معالي الوزير، قبل يومين شفنا فتوى للامام الشيخ سنيخرة حول تحريمه الحمله الفيسبوكيه حول اسعار السيارات وارتفاع. ردوا وزارتكم فتاوي يعني تصدر منها من هنا وهناك والوزاره تتفرج. التوجه المدخلي في الجزائر رصد من طرف اجهزه الدوله جميعا على انه ليس اختيارا فكريا ولا مذهبا دينيا، بل هو تنظيم متشدد. هذا التنظيم المتشدد يعطي لنفسه حق تعيين قادة في الجزائر. القادة المعينون في الجزائر هم ثلاثة، اثنان منهم جامعيون، الثالث هو هذا الشخص الذي تسميه والذي كان إماما ولم يعد إماما. شطب هذا الشخص من قائمة أئمة الجزائر، لأن أئمتنا ومساجدنا لا يرتادها إلا أئمة يؤمنون بمرجعيتنا الوسطية المعتدلة ولا يأتمرون بأوامر الخارج. فكل ما يقوله هو في نظري ترها لا تعني الأئمة ولا تعني المساجد، ولا تلقى لأن تكون فتوى، لأن الفتوى لا تكون إلا من كفاءة، ولم أعرف بأن هذا الشخص كفء وإلا لتركناه إماما معنا في مساجدنا. Oh.